السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج السكتش اب بيجي معاه برنامج تاني اسمه لاي اوت. بيعمل ايه بقى برنامج لاي اوت دوت؟ هنشوف ان شاء الله مع بعض. هقول له نيو، بيبدأ يجيب لي زي نظام الشرايح اللي موجودة في الباوربوينت. ببدأ اختار انا الشرايح اللي انا عايزها، ممكن ابدأ اختار ديت، اختار ديت، اي شرايح انا عايزها، انا ليكن مثلا ديت، واقول له اوبن. بدأ يجيب لي شريحة، اقدر ابدا احط الصور من السكتش اب. يعني هقول له فايل انسرت، عندك ايه الحاجات اللي ينفع احطها؟ ينفع احط صور عاديه، تكست، احط السكتش اب. فانا اختار اي سكتش اب من هنا، ده مسجد اسلامي في واشنطن. بس الميزة هنا بقى ان انا اقدر ادوس مرتين وابدا احرك المبنى بتاعي زي ما انا عايز. تكون مثلا انا عايز اخد الصورة بالطريقة ديت اهي، تبدا تحط صور وتبدا تحط تكست وتبدا ترسم شوية حاجات زي ما نشوف مع بعض. دلوقتي انا عايز مثلا شريحة كمان، فهاجي هنا هلاقي عندي بيست، عندي صفحات. اقول له انا عايز ازود صفحه كمان، دي صفحه كمان. ممكن احط نفس المبنى او مبنى تاني، يعني نفس المبنى من وجهه تانية، او ادور على مبنى تاني واروح احطه. يعني خلينا نحط مثلا ابو سمبل، لما باش اجيب حاجه دلوقتي ادوس مرتين وابدا اختار، الف الشكل واحطه. هو تقريبا اللي عامل الشكل دوت واخده من الجنيه المصري. تمام، شريحه كمان واقول له انسرت، نختار اي حاجه كمان، ده شكل من ضمن الاشكال. طيب تقدر تلفه برضو، تدوس مرتين وتلف الشكل زي ما انت عايز. وهنا دي ادوات تخليني ان انا ارسم لاين، عايز ارسم مربع او مستطيل او دايره، اي اشكال توضيحيه، عايز اكتب تكست. شوف انت عايز تكتب ايه وتبدأ تكتب. عايز تكتب ليبل، وهنا الادوات دي بتسهل لي ان انا ابدأ اختار الخط اللي انا هرسم بيه، اللي انا هرسم بيه الحاجة. لو انا عايز اعملها مثلا بلون معين زي مثلا اللون دوت، لو انا عايز السموك بتاعي يبقى لون مختلف غير الاسود، تبدأ اشوف ايه الالوان اللي موجودة. تمام كده، الفل بتاعي لونه احمر والستروك بتاعي لونه اخضر. تمام، تبدأ تحط دايمنشن زي ما انت عايز. زي ما انت شايف البرنامج سهل، ويعني مش محتاج شرح، هو شرح نفسه. وعايز نقل بين الشرايح بتنقل من هنا. عايز اعمل برزنتيشن، بقول ستارت برزنتيشن. تمام، طيب لو انا خلصت شغل وعايز ابدا اصدر الحاجه دي على هيئه صور، بقول له فايل اكسبورت، واصدر على هيئه صور او على هيئه بي دي اف او على هيئه دي دبليو جي دي اكس اف لو انا عايز اوديها الاوتوكاد. ده باختصار شرح برنامج سهل وبسيط اسمه برنامج اللي اوت، بيجي مع السكتش اب، وبيديني شويه خواص ان انا ابدا اعرض المشروع او المبنى اللي انا بنيته او اي حاجه بنيتها على سكتش اب باكتر من طرق مختلفه.